ينتمي إلى عالم الإنسانية، عالم يطبعه التفاني والإخلاص في العمل. نعم إنه طبيب، وأي مهنة وأي مسؤولية يتحملها هؤلاء. الدكتور عبد الرزاق صوفي طبيب بمعهد باستور للفيروسات البيطرية، أين وجد في مهنته الشريفة متنفسا وملاذا له. في 82 جبت الباك ديالي، درت ميدسين، وبعد جي مون ديبلوم في 89. غير جبت الديبلوم ديالي باش نقول لك بكل صراحة، انا عمي في فرنسا، رحت لفرنسا باش نقرا باش ندير اختصاص. دونك كي رحت لفرنسا كنت في لونيفرسيتي روني ديكارت ا باري، جو مي سوي انسكري في لا بيولوجي كلينيك. 93 دخلت للجزائر، بديت في سيدي فرج حتى 2005 خدمت في سيدي فرج في لا فيرولوجي. كنت بالعقل بالعقل خديت لابوراتوار تاع اش اي في سيدا، خدمت مع مي كولابوراتور تماك. مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، وولوج الدكتور صوفي إلى مجال الطب مر بمراحل شاقة ومتعبة تكللت في الأخير بنجاحه الذي لا يزال يؤمن أنه في بدايته. بروفيسور بوغربوح بدا يعلم لي التيران، لو تيران سيدي كنت ندير لي زونكيت. لي زونكيت كنت نروح في كاع جماعة في الولايات، كنت ندير لي زونكيت على لا روجول، على لا غريب، على لا بوليو، على السيدا. بروفيسور بلقايد كونفوكاني قال لي فوالا لازم نحلو يونيتي ديبيديميو. قلت له وي سا مانتيغيس كذا كذا. قال لي من بعدك دير فورماسيون. قلت له ماذا بك ماذا بك. بعثني بار لو بيي دانستيتو باستور باري، رحت ل يافي اون فورماسيون دو دو موا او كامرون. دونك هدرت اون فورماسيون دونك سو كون ابل ديبيديميولوجي دانترفونسيون، تسمى تاع التيران. سي اون سبيسياليتي ان بو سبيسيال. دونك بعثني المدير العام ديالي درتها دوك او كامرون، وين تعلمت ان بو ايبولا توت لي مالادي هادو امبورطونت. اي دونك جي تي فورمي وليت افيك ان ديبلوم التم. دونك جي تي سبيسياليزي دون دومين ديبيديميولوجي بارتيكولير على انستيتيو باستور. تميز الدكتور بنشاطه الدائم عبر أعمال كثيرة تقدم بها على المستويين المحلي والدولي، خصوصاً مع ما يخلقه عالم الفيروسات اليوم من تحد مع ظهور أشكال من الأوبئة التي باتت تهدد الإنسانية. كي ولدت جي كومونسي افير دي ترافو. هاد لي ترافو هادو جي كومونسي با دي بوبليكاسيون. ما بروميير بوبليكاسيون درتها في السيدا مع بروفيسور بوغرمح في لا ريفي ميديكو فارماسيوتيك. بالعقل بالعقل من بعد كنت نروح ندير دي سكون ابل دي كومونيكاسيون في لي جورني. بديت بالسيدا، بعد بوليو، لي زيباتيت، بديت نخدم. اي جو سو اوكوبي ان بو دو لاغاج. لاغاج سيتي ان دومين كنت نحبو بزاف. بديت نخدم كومونيكاسيون بالخدمه 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 بالخدمه. دونك المينيستير فوزي ابيل ا موا كونت يا دي ديسي ولا بديت ندير لي زونكيت. بون بتات عجبهم الحال. بالعقل بالعقل جي كومونسي افير دي بوبليكاسيون كذا. ومن بعد دخلتها في ريزو انترناسيونال. ريزو انترناسيونال دونك اون 2005 دخلت دون اون دون ان ماشي انترناسيونال كي سابيل لافروغيب. شو ديفوني اكسبير انترناسيونال بار لو بي لافروغيب بور لافريك. افروغيب سويت ا سولا. Donc il y a eu ce qu'on appelle des réunions, ce qu'on appelle t'as le bureau des experts. Donc on a effectué Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, Tunisie. Donc on a fait plusieurs. Suite à cela, jusqu'à 2013, donc j'ai fait Afroreb. Quand ils ont vu que l'Algérie était plus proche de l'Europe, donc d'Arona dans une autre entité qui s'appelle le Mereb, dont je suis toujours expert. Le Mereb, d'ailleurs, c'est le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique du Nord. On a organisé en 2015 une journée, ce qu'on appelle journée pasteurisme, sur la rage, où j'ai été chargé donc d'inviter des experts internationaux, donc des Français, des Marocains, des Tunisiens.
يعتبر الدكتور واحداً من مجموعة الأسماء المشهورة محلياً وعالمياً في مجال محاربة الفيروسات، أين اختارته الوزارة الوصية لتمثيل الجزائر في هذا المجال نظراً للنتائج المبهرة التي توصل إليها. Actuellement, je travaille avec Dr Amara Korba, qui est responsable de l'unité des leptospiros, une autre maladie qui se transmet par les urines de rats. Voyez, c'est surtout les personnes exposées. Quand il y a un gros problème, le ministère fait appel à moi ou le modérateur technique. Des fois, il fait appel à moi qui m'a de la grippe, il a fait appel à moi. Kadir Madabik, tu te le comité. Il y a un petit comité qui de suivi. Kadir Madabik essaie de faire un travail sur ça. Côté épidémie, côté statistique. En parallèle des enquêtes, à former les médecins à l'échelle nationale. À former sur la prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme باش نديروا له الدواء ديالو واش لازم نديروا له واش الخطر اللي فيه وكذا حنا نقريوهم. شوي فورماتور بور لا راج شوي فورماتور انترناسيونال دون لو كادر دونك تو سكي ايبيديميولوجي دانترفونسيون. Parce que j'ai fait partie aussi d'un groupe qui s'appelle IPIM, où on a fait le Maroc avec les médecins du Maghreb. قبل أن تكون طبيبا كن إنسانا، فكرة اقتنع بها الأستاذ صوفي بشهادة كل من عرفوها، فكونه الرجل الأول بالمعهد لم يمنعه من إعطاء مثال عال للأخلاق وحسن المعاملة مع العمال والمرضى على حد سواء. Docteur Soufi, il se met à notre disposition, il se met à la disposition des employés médicaux et paramédicaux. Yani, Docteur Soufi, pour nous diriger dans notre travail, il est à notre, c'est-à-dire, on devrait être à sa disposition, mais c'est le contraire. Il est à notre entière disposition. Et en cas de problème, il est là pour nous. دكتور صوفي الخدمة تاعو تعامل معاه بسيط. خدمة يعطيني خدمة نخدمها. نتعلم من عنده خاصة الميدان داخل في كوتي ايبيديميولوجيك. سي الميدان هو اللي اكسبيريمونتي في حيث التعامل معي في الاخر هو اللي يدوموند لا ريغور. دكتور صوفي دايور لو ميم اي دي في هذا القسم يا بلوس دو فام كو دوم دونك ميم لوي نو دي فوز ات مي سور. Yani, il nous considère beaucoup plus comme collègues, comme sœurs, comme yani il est là, il nous sahna من جانب العمل من جانب الشخصي. Il y a une yani une très très bonne ambiance yani هو ثاني ماشي pas uniquement comme chef comme muhaffiz par exemple quand il y a des opportunités de formation de travail il nous pousse à saisir ce genre d'occasion, c'est-à-dire il nous pousse à être ambitieux à soigner notre carrière, puis il nous aide pour arriver, c'est-à-dire à nos objectifs, etc. C'est-à-dire il n'est pas la meilleure connaisse, yani. هو جزء ما تحمله الجزائر من قامات تفتخر بها وسط الأمم. هو فقط ابن الجامعة الجزائرية العظيمة التي أخرجت من رحمها قامات عظيمة لا زالت ترفرف عاليا وما أكثرهم من أمثاله، إلا أن مجال الطب مجال مميز لما يحمله من إنسانية، فمن أحيا نفسا كمن أحيا الناس جميعا، وكما يقال وإن الطب مهنة كل حر. رأى أن يبذل الجهد اجتهاداً.